وفيما ارتفع عدد شهداء الحرب الإسرائيلية على لبنان إلى أكثر من 3136 شهيدا، وتعدى عدد المصابين 13,000، يواجه النازحون تحديات صحية ومعيشية قاسية، خصوصا النساء والأطفال. وفي ظل النقص الحاد في الإمدادات الأساسية والرعاية الصحية، تتزايد معاناتهم خصوصا مع اقتراب فصل الشتاء. عم ببكي على الحيطة بسني، بغدلنا وبغدلنا وليد، تجرنا وبيوتنا. وسط الحرب الإسرائيلية يلي عم بمر فيها لبنان، كتار من النازحين عم بيواجهوا تحديات صعبة تتعلق بالأمن الصحي يلي صار رفاهية، وبالأخص للنساء يلي شهرياً بمروا بالدورة الشهرية. أمرار ما في ماء لحتى تغسل البنت، تتغير ما في ماء، سلي بالحمام إذا بتروحي ما في. أنا إذا ضليت أقول إنه أنا رح أقدم لهم البادز، مثلاً نحن بنقدم ناسترل هايجين كيت، إذا أنا عم بعطيها ناسترل وهي عندها نقص ماء، يعني هيدا النيدز كتير مهم، وهيدا مش عنيفو نحن. أوكي، كرمال هيك هني عم نسمع منهم قدي الماء مهمة. حتى اليوم أنا بعطيها البادز وهي عم تفكر إنه أنا طيب كيف بدي استعملها، كيف بدي أوصل إنه نظف وإرجع غيرها الريشنج تبعها. نقص بالأساسيات بيطال كل الأعمار، وهو بيشكل خطر على حياة الصغار وبالأخص الأطفال الرضع يلي بحاجة للغذاء الكامل للنمو وتقوية المناعة، وبالأخص قبل فصل الشتاء. We are really concerned about the nutrition of the newborn babies and the nutrition of the underage as well. We need the food item. We are really encouraging breastfeeding coming now to the winter season, and we are afraid from the upper respiratory infections that might incur in the collective shelter. That's from a health perspective, from a hygiene perspective. We are afraid from outbreaks that might happen, and it happened before. So that's why we are tackling the vaccination and the routine immunization within the people here in the collective shelter. أما بالنسبة للكبار فالمشكلة الأساسية نقص الأدوية. 13 نفس، فرد أوضة، وعم يسخن وعم يسخن، واني ضغط وسكري، ولا طلع معي السكري. كتر خير وعم يجي صليب الأحمر يعطونا، بس مش كل الأدوية، يعني شيء بسيط ما في شيء. بنيدول شيء للأولاد، بس لإلي سكري وضغط ودونية ما في، تأجي من الدولة، جوزي عسكري، بهدلنا شنطتنا. الأبر غالية تقريباً، حقها شي 12 مليون، علبة ريسيبا وعلبة نوفرابيت ودواء مرتي كمان، هي بتاخذ حبوب كولفسميت، يعني بيطلعوا شي 14 مليون. فأنا إذا بنقطع من الأبر عادي ما بكلش، أحسن ما، لأنه بكل ما بتاكلي وجبة أكل بدك تاخدي إبرة، غير هيك ما بيمشي. فعبوفر الإبرة إنه ما آكل بخدها كل يومين مرة. هيدي حالة قسم كبير من النازحين لبنانيين، خسروا بيوتهم وصارت صحتهم بخطر، هن ناطرين يرجعوا على بيوتهم من بعد ما وقعوا ضحية الحرب.